لمزيد مشاهدينا الكرام من التعليق بشأن تزايد ظاهرة التجار بالمخدرات في العراق وسوريا، معنا هاتفيا من مدينة إسطنبول متخصص في الشأن السوري ياسر النجار. مرحبا بك. إذا بحسب المرصد السوري فإن الأراضي السورية باتت الآن مركزا لصناعة وتصدير لصناعة المخدرات وتصديرها. من يقف وراء هذه الظاهرة برأيك في السنوات الأخيرة؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. يعني بتصوري من المتعارف عليه أنه في حال تواجد العصابات وتجارة المخدرات يعني لي عدم وجود دولة يعني تحكم بشكل قانوني أو ممارسة حقيقية للقانون على الأرض. هذا ما كان يحدث في لبنان يعني إبان سيطرة قوات النظام بشار الأسد أو حافظ الأسد في بدايته، ومن ثم بشار الأسد في لبنان كانت يعني مزارع الحشيش يعني تجارة المخدرات هي التي يعني تسود في هذه المنطقة، وكان من يرعى هذا الأمر هو ما يعرف ب يعني شبيحة النظام، سواء من خلال رفعة الأسد أو بعض قادات ما يحسب على الجيش السوري. الآن الحادث يتكرر من جديد ولكن في أراضي جديدة. نحن نتكلم عن دولة فاشلة أوصلها بشار الأسد في سوريا. سوريا الآن لا يوجد لديها لا نظام ولا قانون، والسبب تمسك نظام بشار الأسد بالحكم حتى على حساب يعني شعبه، ومن خلال ما حدث من يعني إدخال لما يعرف بالميليشيات الطائفية المرعية من قبل إيران، أصبحت كل منطقة لديها من يحكمها بشكل ويفرض قانونه الخاص عليها. الآن بعد أن وصلت الأمور إلى حالة ضغوطات اقتصادية وعملية حصار وعقوبات تمارس سواء على إيران أو حتى على روسيا أو حتى على نظام بشار الأسد، بات الأمر يعني محكوما إلى رواج تجارة المخدرات من أجل إنعاش ما يعرف بالميليشيات الطائفية والشبيحة. أفهم من كلامك سيد ياسر يعني الهدف والدافع الرئيس لهذه الميليشيات الموالية لإيران بسبب تفشي هذه الظاهرة بإنشاء معامل كما ذكرنا وحماية هذه المعامل اليدوية لنقل بطرق بدائية، حمايتها بالسلاح من خلال الميليشيات الموالية. الهدف من ذلك كما تفضلتم هو يعني أنها تكون مصدرا لتمويل هذه الميليشيات، أليس كذلك؟ يعني بدأت الأمور منذ القديم عندما نعتمد أن تجارة المخدرات كانت كخط جغرافي يمر من إيران عبر العراق ومن ثم سوريا إلى لبنان أو باتجاه دول الخليج. هذا الأمر كان موجودا لدى مجموعات بشرية يعني مرعية من قبل ما يعرف على مستوى طائفي. الآن تحولت هذه المجموعات إلى ميليشيات وأصبحت هي التي تحكم هذه المناطق، ومن باب أولى أصبحت ترعى هذه التجارة وتقوم بحمايتها. يعني نعلم أن لا يكفي عملية تصنيع المخدرات وإنما يجب أن يكون هناك حماية لها. الآن اقترن الاثنين بشأن واحد. نحن نتكلم عن مافيا وهي بنفس الوقت لديها السلاح وهي بنفس الوقت لديها ما يعرف بخبرة وتجارة خط المخدرات. الآن إيران التي ترعى كل هذا الأمر السبب لكي تخفف من أعبائها المالية كما ذكرت نتيجة لوجود عقوبات اقتصادية على إيران، الأمر الذي جعل من إيران ليس من السهل أن تتعامل مع كل هذه الأعداد الكبيرة من الميليشيات من خلال رعايتها بالشأن الاقتصادي، وبالتالي كان عملية الإتجار بالمخدرات هي يعني البديل الحقيقي. أيضا بالنسبة لحزب الله اللبناني، حزب الله اللبناني نتيجة العقوبات التي تمارس فيها بسبب الظاهرة التفشي يعني الفساد المتواجدة في لبنان، أصبحت كل المنظومات السياسية تعاني من الضيق الاقتصادي ومن التضخم إلا فيما عدا حزب الله الذي يرعى الآن مزارع لصناعة يعني زراعة ولصناعة المخدرات في الأراضي السورية. نعلم جميعا أن هناك مساحات جغرافية تمت السيطرة عليها من قبل قوات حزب الله في منطقة القصير على الحدود اللبنانية من أجل زراعة الحشيش ومن أجل تصنيع الكبتاجون وما شابه. لذلك أنا بتصوري عمليا نحن نتكلم عن مجموعات اعتادت على العيش على تجارة المخدرات، وأصبحت الآن هذه المجموعات تحمل السلاح ويوجد تحت سيطرتها مساحات شاسعة في الأراضي السورية والعراق، وربما تهدف إيران أيضا إلى هدف آخر غير تمويل هذه الميليشيات بإفساد هذه المجتمعات. يعني الملاحظ أيضا أن تهريب مخدرات باتجاه الخليج مثلا وجوار سوريا والعراق ازداد في السنوات الماضية، حتى أنه بدأ استهداف مصر أيضا. هل من ربط
يعني أستاذ ياسر بين الحرب الباردة التي يعيشها الخليج وحلفائه في القاهرة وعمان أيضا مع إيران، وبين استهدافهم بمخدرات وحبوب الكبتاجون؟ طبعا نحن عندما نتكلم عن تجارة المخدرات نحن لا نتكلم عن تجارة فقط غير قانونية، وإنما نتكلم عن المنحى الاستراتيجي لهذه التجارة. هذه التجارة توفر أموالا كثيرة، وأيضا هذه التجارة تحقق استراتيجية التمدد السياسي والسيطرة على مناطق جغرافية، علما بأن يعني ما يعرف بالعقيدة التي تمارسها هذه الميليشيات الطائفية هي عقيدة إقصاء أو عقيدة صفرية. هي ترى أن كل هذه المناطق بالنسبة للمناطق الخليجية والشباب الشباب يعني مجموعة الشباب في الخليج وأيضا في شمال أفريقيا هي مجموعة مستباحة على منحى طائفي وعلى منحى أيضا تكريس سياسة الهيمنة الإيرانية. لذلك عملية استخدام المخدرات ليس فقط من أجل يعني المردود الاقتصادي، وإنما كسلاح يمارس من خلال الهجوم على عقول الشباب وإفراغ حالة ما يعرف ب يعني تمكين الشباب من حماية مستقبل القادم لبلدان. أنا بتصور هذا المشروع مشروع يبرر على المنحى الفقهي الطائفي، وايضا مشروع الغايه منه كما ذكرت تمكين سياسي وتمكين اقتصادي بالنسبه لاجل. اخيرا استاذ ياسر، يعني ما تاثير العقوبات الامريكيه في السنوات الماضيه على ايران؟ يبدو ان الرد العكسي الان نشهده، يعني كانت دافعا اصبحت دافعا لتنامي تجاره المخدرات من لدن هذه الميليشيات المواليه لايران. فعلا ملاحظه يعني قويه جدا عندما نذكر ان سياسة اتباع العقوبات التي كانت تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية وعبر إدارتي الجمهوريين والديمقراطيين لم تؤتي أكلها، بل على العكس كان هناك كما ذكرتم متنفس لمشاريع غير قانونية، بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة التي تم التعامل معها من خلال العقوبات ما تزال مستمرة، والخاسر الأكبر هو الحالة الشعبية التي ترفض الحالة الدكتاتورية والتي ترفض الحالة الغير قانونية التي تمارسها ما يعرف مافيا المخدرات. أنا بتصوري يعني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تكرر سياسة الفساد والمحسوبياتية، وأيضا تكرر سياسة الميليشيات. الأمس صحت ووعت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر، وباتت ترى أن هذه الميليشيات تشكل خطرا عليها، وأن عملية متابعتها وخنقها اقتصاديا لم يعد من الأمر السهل والمتاح. لذلك نجد الآن الصيحات تتعالى من خلال محاسبة الأنظمة التي ترعى الإتجار بالمخدرات وعلى رأسها بشار. من اسطنبول متخصص في الشأن السوري ياسر نجار، شكرا جزيلا لك.